لا. حما شكله ايه؟ الحما انت كحما يعني جوز بنتي صديقي بيحبني جدا واسراركم مع بعض ودودودود وكده. لا يعني في اوقات معينه بتدخل، انما غير كده ما بتدخلش. ونصحت بنتي ان هي لازم تبقى زوجه طوع لجوزها. طوع طبعا، لازم هو يبقى هو الليدر وهو اللي سايق. طب لما يزعلها قوي بقى وها باجي عليها؟ لا هي لا اسمع، باجي عليها حتى لو هو الغلطان. وهي زعلت مني في وقت من الاوقات، قالت لي انت طول الوقت تيجي عليا. انا قلت لها علشان احافظ على بيتك ما اقدرش انا اجي عليه، لازم اجي عليكي انتي. انما بقعد بيني وبينه بقى بقول له لم نفسك. طب لو فؤاد بقى لما يتجوز هتيجي عليه بقى؟ هبقى في صف مراته. هتبقى برضه في طبعا. الست لازم الواحد يبقى جنبها. لازم يريحها ويهننها ويطبطب عليها ويبقى واقف سند ليها. بس مش هتيجي عليها يعني؟ لا مش هقدر اجي عليها. الا بقى لو هي زعلته قوي بيني وبينها بقى اقول لها. انت بتيجي على اسماء اهو. معلش وقلت لك يا بابي انا زعلت. باجي عليها علشان خاطر ما يحسش ان انا عامل جبهه ضده. انما بيني وبينه بقول له لا انا مش مبسوط. لازم يحصل كده. طب اول ما تقدم لك يعني ايه اول حاجه طلبتها منه؟ والله كل الناس لما عرفوا ان في حد جاي يخطب بنتي الشقه. ايوه ما قلتش كده يا ماما زوزو. الشقه ما قلتش كده. صوري بقى يعني الشبكه. هم اعتبروا ان انا هعمل زي الاستاذ عادل امام في عريس من جهه امنيه معاه، ان انا هقفله بقى وهبوظ الجوازه دي. لا انا ما عملتش كده. ما عملتش زي عادل امام. انا اللي همني كله في الموضوع قلت له عايز منك حاجه واحده بس، تحتويها. مش عايز منك اي حاجه، احتويها. طب وانت عملت ايه مع مراتك؟ انا ما تعيبش. يا سلام يا سلام. ايه ده شايفه يا ماما جوزه؟ ايه ده الغرور ده؟ ايه ده؟ ايه الغرور الرجالي ده اللي احنا عايشين فيه ده؟ شايفه مجتمع الذكوري ده؟ عالم ذكوري قذر. ذكوري خالص. عالم ذكوري قذر. انا لغايه دلوقتي انا سايره جوه بيني وبين نفسي، سايره ضد الرجاله لان عشت كتير قوي محكومه. فيعني ليه يعني؟ والله احنا عندنا مخ برضه بنفكر يعني. ده اكيد طبعا. كان في قهر جامد جدا يعني. انت تعبتي قوي وانت صغيره على كده. انا شايفه ان احنا نعرف نفكر. ده اكيد. جوزي اداني انطباع ان انا ما اعرفش افكر وهو اللي بيفكر. وبعدين لما مات انا فكرت احسن منه بعد ما مات. بس على عموما احنا جايين نهدي النفوس يعني. احنا جايين لانه واضح ان في ثوره جامده. بس الرجاله مش كلها زي بعض. في رجاله بتبقى طيبه واحنا هنا، بس لازم الراجل يبقى واخد مكانه ووضعه. هو المصيبه ان احنا محتاجين لهم برضو، واحنا محتاجين لكم برضو. مش مصيبه ولا حاجه. ما احنا محتاجين لكم احنا كمان. طبعا.